إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. العالم مليء ببعض الأطعمة غير العادية التي قد تبدو غريبة بالنسبة لبعض الناس، وما قد يعتبر طعاما عاديا في جزء من العالم قد يبدو مقرفا وغريبا تماما بالنسبة للأشخاص في قارة أخرى. وإذا كنت تأكل أي شيء بينما تشاهد هذا الفيديو، أقترح عليك التوقف، لأننا سنلقي نظرة على بعض الأطعمة غير العادية تماما. أكل الخفافيش. ما هي أفضل طريقة لبدء فيديو حول الأطعمة الغريبة من الحديث عن حساء الخفافيش سيء السمعة؟ وبالمناسبة يقال أن حساء الخفافيش هو أحد أسباب تفشي فيروس كورونا الذي يدمر حرفيا حياة الناس اليوم. هذا الفيديو يأخذنا إلى شمال سولاويزي إندونيسيا، حيث يعد تناول حساء الخفافيش ممارسة شائعة إلى حد ما. يقال أن مذاق الخفافيش مثل الدجاج، لكن قوامه مختلف تماما. يمكنك رؤيته في السوق، حيث تباع مئات الخفافيش السكان المحليين المتلهفين جدا، وهذا واحد يبلغ طوله حوالي 3 أقدام. وكما ترون، هذا السوق هو موطن لجميع انواع لحوم الخفافيش الذين يتم اصطيادهم في الغابة، ويبدو ان هذا هو الطعام الاكثر شعبية هنا. الفيران المشوية. دعنا نتخطى هذا بسرعة كبيرة قبل أن نتقيأ. إن كنت مثل معظم الناس، فإن رؤية الفيران ليست أكثر تجذيبة ممتعة، ولدي شعور بأن لديك نفس رد الفعل. جميع الفيران تأكل القمامة وتحمل البراغيث، وقد عرف أنها تحمل العديد من الأوبئة، لكن قد تجد أنه من الغريب بعض الشيء أنه في بعض الأماكن لا يقتلون الفيران بل يأكلونهم. في بلدان مثل فيتنام وكمبوديا على سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى المطعم وطلب الفيران على العصا، وخلال موسم صيد الفيران تزداد شعبية هذا الطعام الغريب كثيرا. لا يتم تقطيع الفيران إلى قطع، بل يتم شواء الفيران بالكامل بعد إزالة الأحشاء الداخلية والجلد. الكلاب. كل محب الكلاب سوف ينزعجون كثيرا من حقيقة أن الكلاب لا تزال تستهلك كطعام على نطاق واسع في البلدان في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تقديمه في اليخنات والحساء مع عدم إهدار أي جزء. يتم تحضير الوجبة من خلال تمليح الكلاب وتجفيفهم ثم تحويلهم إلى مطاط متشنج. وعلى الرغم من أن الكلاب تستخدم بشكل أكثر تقليدية في النقانق، فإن هذه العملية تعود إلى قرون مضت، حيث يوجد اعتقاد قوي بأن دهون الكلاب يمكن استخدامها طبيا لعلاج الروماتيزم. واذا لم يكن ذلك مزعجا بما فيه الكفاية، فهناك مهرجان لحوم الكلاب يقام في مدينة صينية منذ 2010، وهذا المهرجان مثير للجدل كثيرا، واحتج الناس عليه من جميع انحاء العالم. وصراخ الكلاب بصوت عالي يرجح بشكل رئيسي للألم الذي تشعر به الحيوانات اثناء التحضير، حيث يتم غلي الكلاب من اجل تعزيز نسيج ونكهة اللحم. والاسوأ هو انه كل عام يتم قتل اكثر من 10,000 كلب واستخدامهم في هذا المهرجان، لأنه يجذب الكثير من الناس كل سنة. جبن الديدان. إذا كنت تعتقد أن الفيران المشوية ليست كافية بالنسبة لك، فما رأيك بجبن الديدان؟ لكن يجب أن أحذرك من أن هذا ليس كما الجبن العادي الذي تتناوله كل صباح، بل هو في الواقع خطير جدا. هذا الجبن الخطير يأتي من ساردينيا في إيطاليا ويسمى كازو ماتسو، الذي يترجم إلى الجبن الفاسد، لكن يجب أن أخبرك أنه أسوأ بكثير مما تظن. كازو ماتسو هو في الواقع مليء بالديدان، وتم حظره بسبب المخاطر الصحية التي يسببها، ومن أتيحت له الفرصة لتناول الجبن المتعفن يقول ان له نكهة مميزة وملمس ناعم. لكن الامر المثير للاشمئزاز بما يكفي هو انه يجب تناول جبن كازو ماتسو مع ديدان الحية التي لا تزال تهتز في الداخل. ويفترض ان ديدان الميت علامة على ان الجبن لم يعد امنا للاكل، لكن حتى مع ديدان الحية يأتي الجبن مع بعض نصائح الامان. اولا، يجب ان يؤكل مع اغلاق العينين، وذلك ليس لتجنب ديدان بالفم، بل لان ديدان يمكنهم القفز في العينين. وثانيا، من المهم مضغهم جيدا، لأنه إذا لم تقتل كل ديدان عن طريق الهرس بين الأسنان، يمكنهم العيش داخلك، وبالتالي يمكنهم إحداث ثقوب في أمعائك. بالوت. تناول البط المشوي أمر طبيعي، كما أن تناول بيض البط أمر طبيعي أيضا، ولكن في الكثير من الأحيان إذا كانت البيضة تحتوي على جنين البيض داخلها تصبح مقرفة. لكن ما يبدو لنا مقرفا يعتبر في الواقع طبقا شهيا. يتم تحضير هذا الطبق الفلبيني عن طريق أخذ بيض البط وتخصيبه لعدة أسابيع، وبعد حوالي 3 أسابيع يتم غلي البيضة الصلبة وتقديمها إلى الطرف الجائع الذي يأكل الجنين بأكمله مباشرة من القشرة. لكن لا تقلق، هذا الطعام ليس
خطيرا. ما يأكله الشخص هو في الأساس مزيجا من بيض البط والبط، وفي نهاية كسب كل من الكالسيوم والبروتين من كليهما. كما أنه لا داعي للقلق بشأن صرف الكثير من المال في مطعم فاخر على هذا الطبق، فهذا ليس طعاما نادرا، بل بالأحرى وجبة خفيفة طبيعية يمكنك شراؤها في أي مكان تقريبا في البلد مقابل دولار واحد. الأسماك الحية. إذا كنت تحب طعامك طازجا فعليك تجربة هذا الطبق الياباني معروف باسم الكياجودي. وبينما يعتبر السمك هو العنصر الأكثر شعبية في هذا الطبق، يمكن أيضا استخدام الحيوانات الأخرى مثل الأخطبوط والروبيان وجراد البحر. وما يشتركان فيه جميعا هو أنهم يواصلون التحرك على طبقك حتى بعد أن يتم حشوهم. هذا أمر وحشي بالفعل. أولا سيختار العميل الحيوان الذي يرغب في تناوله من الخزان، ثم يقوم الشيف بوضع الحيوان في الطبق أمام عيون العملاء بينما لا يزال على قيد الحياة، وأخيرا يتم تقديم الحيوان في الطبق ولحمه في الأعلى لتزيين وقلبه لا يزال ينبض.